ابراهيم البيان المهم جدا اللي جاء في هذه اللحظه طيب هنرجع لشخصيات الشناقيط كيف ابدعها المهندس عدلي من خلال آه الذاكره السينمائيه الفنيه اللي عنده انعكاسا على الواقع الرياضي وهنشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ وشقاوة شناقيطه برضه لكن جاءنا الان بيان مهم من مجلس اداره النادي عقب الاجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اصدر بيانا عقب اجتماعي مساء اليوم يؤكد فيه على رفضه القاطع للاخطاء الفجه التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراه الاهلي الاخيره في الدوري وتمسك خلاله المجلس بحقوق ناديه وطالب اتحاد الكره باجراء تحقيق عاجل واعاده الامور الى نصابها الطبيعي حرصا على استكمال المسابقه والعداله بين الانديه المتنافسه وجاء نص البيان كالتالي مجلس اداره النادي الاهلي وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافه عناصر المنظومه الكرويه ومن بينها الحكام دعما للاستقرار وترسيخا لمبدا المنافسه الشريفه اذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من اخطاء فجه في مباراه الاهلي الاخيره في بطوله الدوري العام والتي خرجت بشهاده كل الخبراء والنقاد عن نطاق الاخطاء التقديريه المقبوله بل واثرت اخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجه المباراه وحرمت فريق الاهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربه جزاء صحيحه وكذلك الغاء هدف صحيح دون اي سند قانوني ومجلس الاداره لا يقبل بما حدث في المباراه المشار اليها ولن يسمح ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعه ويطالب اتحاد الكره بوصفه القائم على شؤون اللعبه بالاتي اجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراه واستبيان الحقيقه واتخاذ الاجراءات الرادعه لمنع تكرار هذه الاخطاء التي تهدد استكمال المسابقه اعاده النظر في مشاركه مثل هؤلاء الحكام في اداره المباريات القادمه لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص والمنافسه الشريفه بين الانديه ان يتحمل اتحاد الكره مسؤولياته في تطوير منظومه التحكيم باستخدام احدث الوسائل التكنولوجيه التكنولوجية وتطبيق تقنية الفيديو الفار لمواكبة الكرة العالمية. تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الفير بلاي الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهته ويؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري. حال عدم وضوح الرؤيه كامله من خلال اتحاد الكره واتخاذ قرارات صارمه تضمن العداله بين الجميع ولو باسناد مباريات الأهل القادمه لحكام اجانب يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم مجلس اداره النادي الاهلي بص يا سيد ابراهيم انا كنت بقول لك بعد ما نقرا البيان آه. خليه في حينه آه. انا هستاذن الساده المشاهدين وده اول مره م. ان احنا ناجل الفقره اللي احنا بنتكلم فيها دي الى الفاصل القادم ونخلص فقره التحكيم لان لينا فيها لقطات مهمه جدا تدعم هذا البيان وتوضح لان ده كان احد المطالب اللي كان نفسنا نطالب بيها من خلال السرد اللي كنا هنقوله في في الاحداث معلش